كباتن اليوم تصنيف المنتخب في كل واحد دقيقة بناخده، تصنيف المنتخب 126، ما تغير شيء، شو اللي تغير بعد المعسكر؟ تغير شيء لانك انت لعبت لمنتخبات متواضعه، ما لعبتش لمنتخبات قويه. لو انت لعبت لمنتخب اقوى منك فوق منك في التصنيف وفزت عليه يطلع التصنيف نتاعك، ولكن انك انت لعبت لمنتخبات متواضعه فزت عليها وتعادلت معها حتكون النتيجه واحده، ان التصنيف نتاعك حيبقى كما هو. انت تشوف في منتخبات تلعب لساحل العاج وتلعب لنيجيريا وتلعب للمغرب وتلعب لمصر وتلعب لتونس، بحيث انه هو لو يفوز يطلع التصنيف نتاعها، فالطبيعي جدا انك تبقى في نفس الترتيب. يعني الصومال والنيجر وليبيريا ما استفدنا شيء، ومعسكر عطل علينا الدوري فقط. قلت لك واحده من الاخطاء المعسكر، انت مش تلعب مباراتين. الصومال جت ثالثه، حتى كابتن عادل عقب علي هذاك اليوم. انا ما نقصدش هيك، انا نقصد لما تشتغل بالعلم انت ماشي بتلعب مبارتين، انت لما تشتغل ماشي المبارتين بعدين تلعب الثالثه بعدين تلعب الرابعه، معنى ذلك انت ما عندكش اجنده معينه انت ماشي بها، انت ماشي بالصدفه وخلاص. طيب الكابتن عبد الرحيم قال ماشيين بالصدفه، كابتن علاء معسكر المغرب ماذا جنينا منه، ماذا حصدنا، ليبيا مكانك سر. مؤيد بالنسبه لموضوع منتخب موضوع كبير لعبوا المباريات، تفرجت عليهم طبعا المباريات اللي لعبوها، الثلاث مباريات اللي لعبوها ما لعبوش بحق جنين، ما لعبوش حتى بسيط، ما فيش والله ما في حاجه، كوره نحكوا بكوره والله ما في حاجه. طيب شيء اخر ايه اللي تحط ان اللي على البنك الاحتياطي مش مدرب ما في شخصيه، كلها تدوي على البنك، وفي ناس قدمت استقالتها شفتها قاعده مع الـ مع في المنتخب اخر اكيد صبوبه يوميا نفس الشيء نفس الموضوع. منتخب ليبيا يعاني، هذا الاساس يعني هذا العنوان، هذا العنوان العريض، هذا العنوان العريض. ايه حكام يعاني المنتخب يعاني والدوري يعاني قاعد مكان سر، ولاعبين بالنسبه لا خلوا حول اتحاد الكوره ونحولوا المدرب، لاعبين ما لعبوش بجنيه، في لاعبين ما يستحقوش يلبسوا مثل ما. طيب شكرا لك على نجم، شكرا لك استاذ عبد الرحيم.